يا صباح الخير لكم مشاهدينا وما كنتوا عم تتابعونا ببداية الأسبوع الجديد. اليوم 14/8/2021 نهار جديد عم نضيفه للروزنامة تبعنا، إن شاء الله بيحمل لنا الإنجاز. ومنتذكر لاحقا أنه بمثل هالنهار كان عنا شيء كتير حلو بحياتنا. يسعد صباحك يا مشلين. صباح الخيرات لك ورد، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام، إن شاء الله كل أيامك حلوة يا رب، وكل أيام الأشخاص اللي عم يشوفونا على شاشة سماء الفضائية. نهار بيحملكم كل الخير يا رب، وشو حلو مثل ما عم بيحكي ورد إنه يكون في تاريخ مميز بحياتنا، لأنه بحياتنا بنحتاج للكثير من النصائح والمعارف، بعضها مصدره أهل العلم، وتحديدا بمجال الطب، وبعضها ممكن نكتسبه من خلال تجارب وثقافات مختلفة عننا. 100% يا مشلين، الأهم تكون هالمعلومات مبسطة قدر الإمكان لحتى نقدر نستفيد منها بكل تخصصاتنا، وهذا يلي بنحاول نقدمه يوميا ضمن صباحاتنا. شو معنا بحلقة اليوم؟ رح نعرف بهالعرض السريع. ما هي أسرار الحفاظ على الشباب بعد سن الأربعين؟ وسيدة تفوز بمسابقة غريبة وغير مألوفة عند الكثير من الناس في بلجيكا. مهارات التواصل الفعال في بيئة العمل وطرق تنميتها. والفتة طبق ما بيغيب عن مائدة الفطور الشامي، وتحديداً أيام العطلة. فقر الدم الناجم عن انخفاض الخضاب أعراضه وطرق علاجه ضمن زاويتنا الطبية لليوم. التقدم بالعمر مع الحفاظ على صحة جيدة، يعني هي أمور بتشغل بال النساء عادة يلي بخافوا من ظهور علامات التقدم بالعمر على بشرتهم، أو حتى ممكن يكون عندهم أو عند البعض منهم هاجس أنه وقت يكبروا رح يفقد جمالهم هذا البريق يلي موجود فيه مثلا، أو ممكن ينصابوا بالكثير من الأمراض. نحن عم نحكي يا مشلين، كنت عم أقول لما كنا صغار كنا نفكر عمر الثلاثين كتير كبير، بعدين هلا عمر الأربعين كتير كبير، بعدين الخمسين كتير كبير. فكرت عم تفكر تطلع على المونيتور تشوف بشرتك مثلا؟ لا تخيلي، مو لهالدرجة، بس منفكر انه عن جد الايام عم تتراكم فوق بعضها 100%، وممكن يكون بلا انجاز، ممكن يكون بانجاز بسيط، ممكن صحيح. يكون فعلا الجسم مثل ما بيقولوا الاطباء بيوصل لنقطة ما عاد يرمم حاله مثل ما كان بسن الشباب، لكن من المهم نعرف كرجال أو كنساء كيف ممكن نحافظ على صحتنا وشبابنا. فمثلاً بمنتصف العمر وبعد سن الأربعين في عدة نشاطات فيزيولوجية أو حتى خلينا نقول أسلوب حياة إذا التزمنا فيه كرجال أو كنساء ممكن نحافظ على لياقتنا وشبابنا المتجدد. كيف منحافظ على شبابنا؟ سؤال بيتكرر دايماً، ومع كل يوم منتقدم بالعمر بيصير الموضوع أصعب، ومنحس إننا قفزنا من بداية الشباب لمنتصف العمر، ومنكتشف إننا بحاجة لبعض التغييرات الجذرية بنظام حياتنا الكامل. النشاط البدني من أهم عوامل الحفاظ على الشباب. الركض على الجهاز الجري بيخلي الأوعية الدموية يلي بتزود الدماغ بالأكسجين أكثر اتساعاً. الدم هو الوقود يلي بيغذي العقل والجسد. النوم الكافي والذهاب إلى الفراش قبل بساعة واحدة من الوقت المعتاد بيمنح الطاقة الناتجة عن فنجانين من القهوة باليوم التالي. وعلى النقيض، النوم أقل من 6 ساعات
بقلل من أدائنا عملياً واجتماعياً. الحمام الدافي بحفز استجابة الجسم للنوم بشكل أسرع. شرب السوائل الكافية. شرب الماء من أهم عوامل الحفاظ على جسم سليم وبشرة نضرة. الماء هو سبب لمرونة الجلد وترطيبه، وعلى العكس تماماً الكحول والكافيين بيأثروا سلبياً على البشرة. خفف التوتر. الإجهاد والتوتر من أكبر مسببات الشعور بالشيخوخة. التوتر بيسبب تغيرات غير صحية بالجسم، وبيعمل على زيادة هرمون الكورتيزول، وبيكسر الكولاجين يلي بجدد البشرة. الطعام الصحي. اتباع نظام غذائي صحي مفيد جداً لخلايا جسمنا. الدارك شوكولات والأسماك والفاكهة والخضروات، والابتعاد عن الدهون والسكر والنشويات، والاهتمام بمضادات الأكسدة مثل الشاي الأخضر. عصائر الفاكهة الطبيعية بتقلل من أمراض القلب والأوعية والالتهابات المفصلية. استعمال وسادة إضافية بالنوم بيساعدنا نحارب انتفاخات أسفل العين بفعل الجاذبية. الملاعق المعدنية المبردة بتساعدنا أيضاً على تخفيف انتفاخ الأجفان. إذا قدرت تحافظ على وزنك ولياقتك البدنية ووزن صحي، اختار الملابس المناسبة يلي بتخليك تظهر أكثر نحافة وتناسق. وإذا كان عندك جسم ممتلئ، ابتعد قدر الإمكان عن الملابس ذات الطيات، سواء السراويل أو الفساتين. حاول تلبس ألوان موحدة من الرأس حتى القدمين. لما نبلغ 40 منحب نتمتع بالحياة، على الرغم من أنه الطريق مو سهل. يبدو هالعمر مناسب للتخلي عن العادات المدمرة والعلاقات المدمرة. السلام والراحة النفسية من أهم الوسائل المؤكدة لمحاربة الشيخوخة. والأكيد كمان أنه كلنا منتفق على رأي أنه وقت الشخص يكبر بتزيد خبرته وقدرته على اتخاذ القرار. يعني كل ما تكبر تحلى، مو العكس. النضج صفة فريدة بتخلي الشخص واثق بنفسه وبكل شيء عم يقوم فيه، وهذا يعني أنه لكل مرحلة عمرية أهميتها ومميزاتها يلي بتخلينا نحب نعيش كل تفاصيلها. تماماً، برجع بأكد على كلمة، أنا ما بخاف من الكبر كرقم، أنا بخاف من الكبر الفارغ اللي بدون إنجازات. عم نكبر بالرقم والسنين، بس يا ترى أنا شو حصلت وشو بنيت وشو كسبت؟ يمكن إذا سألنا السوريين من 10 سنين لليوم بهالموضوع ناخذ إجابات كتير بتوجع قلبنا. على كل حال الله يفرج على الجميع. آمين يا رب. هالكلام مو بس بينطبق على الأشخاص، الأماكن كمان. وقت مثلا نقدم ممكن بتصير حكاية تانية بتعبر عن عظمة وتاريخ. مثلاً الفن الصخري التراثي بجيبوتي يلي صار حديث للكتار بعد اكتشافه، وبما أنه بلشت جولتنا المنوعة وأخبارنا، فما بنقدر إلا نستعرض الأخبار النادرة والطريفة يلي بتصير حول العالم من صناعات وحتى مسابقات. جولتنا المنوعة لليوم بلشت، وبداية أخبارنا من العراق بمحل صغير وسط السوق الرئيسي بمحافظة السليمانية. بينفرد ديار أبو بكر ببيع وصنع السبح اليدوية النادرة والفريدة يلي بيوصل سعر البعض منها $40,000، وتصنع بعض السبح من الأحجار الكريمة والفريدة أو الخرزات النادرة المستوردة من الخارج، ومنها الكهرب المخلف، الشجر المورد، وهو غالي جداً. وحننتقل عجيبوتي. تصنف أبورما وهي بشمال المنطقة من أهم مواقع الفن الصخري بمنطقة القرن الأفريقي المعروفة بالتراث الأثري. للوهلة الأولى بيعتقد البعض أنها مؤلفة من كتل بازلت سوداء تحت أشعة الشمس الحارقة، ولكن ظهر بالواقع أنه محفور على صخور الموقع الضخم قبل ما يصل ل7000 عام بنقوش لزرافات ونعام.
وأخيراً جولتنا حتنتهي ببلجيكا، فحصلت السيدة كاتي على لقب البطلة بالمسابقة العالمية 16 للجمبري بليفرينكوك بفرنسا. السيدة أشرت حوالي 116 غرام من الجمبري بتسمية أخرى لقريدس، وشارك 60 شخص بالمسابقة وواجه كل منافس 125 غرام من الجمبري، وعندهم 10 دقائق فقط لتقشير أكبر كمية ممكنة. لكل ستات البيوت يلي مانن عارفانين لسه اليوم شو ممكن يطبخوا، هذا الحديث الشاغل بال الستات من وقت ما بيفيقوا الصبح من وقت فنجان القهوه لوقت ما تتحضر الطبخه. اليوم الشيف فايز اكيد في عنده طبخه جديده رح يعلمنا اياها، خلونا نشوف مع بعض شو محضر لنا. صباح الخير شيف. صباحك بخير. صباح الخير ورد. شو الطبق اليوم؟ طبقنا اليوم كل ستات البيوت بيعرفوه وكل افراد الاسره بيحبوه، هو المقلوبه الباذنجان. اوكي، رح نرجع نذكرهم بمقلوبه الباذنجان بطريقه ممكن يعرفوها وممكن تكون جديده عند البعض منهم. تفضل. حنعتبر نحن حالنا عم نقترح على الناس مقلوبه الباذنجان. عندنا الباذنجان طبعا انا جهزته قليته قبل، عندنا الرز مغسول ومصفى ومنقوع، عندنا بصل، هي اضافه من عندي البصل، عندنا اللحمه الموزات الغنم، بهاراتنا فلفل اسود وقرفه ناعمه وبابريكا والملح، والاخر عندنا اللوز المقلي. طبعا في عندنا السمنه، نحن السمنه استعملناها بقلي اللوز صارت جاهزه بالمقلايه. رح نبدا نحط البصل نشوحهم. نحن رح نبدا نشوح البصلات شوي وننزل اللحمه فوق منهم. رح نشوح بالسمنة اللي قلينا فيها اللوز اللحمات تقريبا راس عصفور، طبعا حجم اللحمة حسب خيار ست البيت، ممكن نستعمل ناعمة، ممكن نستعمل شقف أكبر، ممكن نستعمل، ولكن في حالة كانوا قطع أكبر بيحتاجوا لسلق قبل ما نحطهم فوق طبقنا. ممكن نستعمل لحمة الغنم أو العجل أو الدجاج، حتى كمان صدور الدجاج ما في مشكلة. المقلوبة أكلة متنوعة جدا، ممكن نستعمل بدل الباذنجان القرنبيط الزهرة، في ناس بيحطوا بندورة، نحن مبدئيا حنعملها بشكل تقليدي، حنحط الباذنجان. طبعا نحن في عنا كمان ميتنا عم تغلي والباذنجان قلينا، رح ننزل الباذنجان على المي اللي عم تغلي لحتى المي تاخذ طعمة الباذنجان. هاي المي اللي عم تغلي رح نعمل فيها الرز، رح نقوي النار شوي. طبعا الغلوة 5 دقائق لـ10 دقائق غلوة صغيرة لحتى المي تاخذ طعمة الباذنجان. اللحمات عم نقليهم بهالأثناء. هاي طبعا أكيد الرز نحن غاسلينه وناقعينه ومصفى. أكلتنا كثير بسيطة، رح نقدمها إلى جانب لبن بخيار. ممكن نستعيد عن اللبن بخيار بالسلطة الخضراء الموسمية مثل ما بيحبوا ستات البيوت وأزواقهم. نحن اللحمة حنتركها عم تصير مع البصلات، و بهالأثناء هاي لبينما نجهز بدنا نرفع نحن الباذنجان من المي تبعه ونرفعهم على صحن، ونسقط الرز المغسول والمنقوع، رح نسقطه بالمي المغلية اللي أخذت طعمة الباذنجان لحتى نهدي الرز عليها، وبعدين بنجيب مراحل تانية بنكمل معكم. رح نرجع لعند ميشلين وورد. شكراً شيف، يعطيك العافية. الله يعافيك. رح نبدأ بأولى فقراتنا لليوم ومن أهم المهارات الشخصية اللي بيحتاجها كل فرد بأي وقت، وتحديداً
ببيئة العمل هي مهارات التواصل والمتمثلة بقدرة الفرد على التعامل مع الآخرين والاتصال معهم بشكل إيجابي، سواء فيما يخص تبادل الأفكار والمعلومات أو حتى المنفعة المهنية. 100% بيجينا الخريج الجديد من الجامعة ببلش ببيئة العمل ما بيعرف يحكي كلمتين بمهارات تواصل فعال مع الشركاء بالشغل، خلينا نقول، أو حتى البوست تبعه أو المدير، كمان ما بيعرف يمكن يكتب تقرير، كمان هو نوع من مهارات التواصل. شو بنقصد بالتواصل الفعال وكيف بنقدر نقسمه لعدة أنواع وشو هي طرق اكتساب مهارات لحتى نكون مميزين بعملنا؟ كل هالتساؤلات رح يجاوبنا عنها الأستاذ محمد سليم الكاسم، اختصاصي بمهارات التواصل. صباح الخير. صباح النور، تحياتي أستاذ. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي عن موضوع فعلا جدا مهم، وأهم خطوة فيه هي الشيء اللي حكاه عنه ورد، إنه الخريج بيتخرج بيدخل على شركة بحس حاله إنه هو غريب من بيئة أخرى، من يعني مجتمع ثاني، فكر حاله خاتمة، فكر حاله عن جد بتخرج مفكر حاله خاتمة، بيكون معدله جدا عالي، ولكن هو تماما بيدخل على الشغل بيلاقي شيء مختلف تماما. وحتى كثير بيتضايق أحيانا إنه في حدا أقل مني علما، أقل مني معلوماتا، أقل مني حتى إنتاجا، عم يترفع أكثر مني وعم يقبض أكثر مني. تماما. ليش؟ من التواصل. تماما. التواصل الفعال، وقت نقول إنه نحن عم نتواصل تواصل فعال وإيجابي، شو معناته؟ أول شغلة رح نفرق بين شغلتين، بين الاتصال والتواصل، الناس بتخلط بيناتهم. الاتصال هو شغلة فيزيائية، هو حكي، هو أخذ وعطاء، تمام؟ التواصل هو شيء قلبي دائم مستمر. فأحيانا قد يكون أنا معي حدا بنفس المكتب عم بشتغل أنا وياه 10 سنين، خلال 10 سنين ما بعرف عنه أي شيء، ما بعرف عنه أي معلومة، ما بعرف عنه ولا شيء، فأنا ما في اتصال تواصل بيني وبينه، في اتصال يومي عم ناخذ ونعطي، عم نعطي بعضنا. هذا شيء كثير بنشوفه بدفعات الجامعة، طالب بفوت على دفعة الجامعة بيطلع هو ما له حافظ ولا اسم، ما له حافظ، ما بيعرف حدا، ما بيعرف. أنا عندي هدف معين بهالمكان جاي أحقق هالهدف، ما دخلني بالناس الموجودين. فاللي بيصير على الشكل الآتي، ببيئة العمل بالذات نحن بشر بنغلط، فأنا مالي متواصل مع حدا، فأنا ما بعرف حدا، والعلاقة بيني وبين الشخص بس عمل، فالشخص الثاني بيجي بيحاسبني على أخطائي فبطلع كتير غلطان. لما بيكون في تواصل، يعني أنا الفكرة التواصل هو أنا روح أخذ وأعطي مع الشخص. ببيئة العمل حدا تأخر، فيني أنا أقول له وينك لهلأ، فيني أقول له خير شو صاير معك، وينك لهلأ هي حقك عندك وحقي عندي، خير شو صاير معك، فتحت باب تواصل، فتحت جسر تواصل، حكاني عنه، عرفت عنه. المرات القادمة أنا لما حكيته عن شخصه صار بيناتنا في علاقة، هذه العلاقة الودية اللي كتير حلوة اللي أنا بدي استوعبها بيني وبين كل الناس. في فكرة كتير حلوة هي بنك المحبة أو بنك العلاقات. بنك العلاقات، بيتخيل أنا عندي رصيد، كل ما تواصلت مع شخص أول ما قلت له مرحبا كيفك، فانفتح لي رصيد عنده. نحن ما منحب حدا إلا بعد فترة طويلة، صح. كل اتصال جيد بيني وبينه، كل موقف منيح، كل بسمة، كل مساعدة، أنا أودعت برصيده، زرعت تماما، زرعت مشان أحصد لاحقا. 100%. بعد فترة بيتراكم هذا الرصيد، منصير بسمي هذا الشخص صديقي. بيتراكم هذا الرصيد، بصير هذا الشخص مني وفيني، ما بيضل زميلي بالجامعة تماما، ما بيضل زميلي بالشغل، بصير أقوى من ذلك شوي، ممكن يكون صديق. ومنستغرب نحنا انه انا والله طلبت فلان طلب من شخص معين ما لباني، ما انت ما صبحت عليه وقت اللي شفته المره الماضيه، تماما. ما انت ما رحت على العزيمه اللي عزمك اياها، ما انت ما زرعت بذور بي ار او علاقات عامه بالضبط، فكيف بده يلبيك؟ وهون هذا بنك المحبه اللي عم تتفضل فيه. طب هون في سؤال، انا لحتى اتواصل بشكل فعال مع العالم شو بحتاج ادوات؟ طبعا الادوات اللي مش الاستراتيجي، الارقام الشهيره اللي قالها أربيرت مهربيان، انه دائما نحن عندنا 7% الكلمات، 38% نبره الصوت، و55% لغه الجسد. هدول ادواتي لايصال الرساله، بس اهم من كل هذا اللي قاله ديل كارنيجي بكتاب كيف تكسر الاصدقاء وتؤثر بالناس. قبل ما اروح خاطب البني ادم بدي اروح اعرف هو شو بده. انا بدي حاكي بي هو شو بيحتاج. ديل كارنيجي شبه بكثير حلو، قال انا لا احب الديدان، ولكنني أنفق المال لشراء الديدان، لأن السمك الذي أحبه يحب الديدان، بالتالي أنا بدي أختار الطعم المناسب للشيء اللي أنا بحبه. بمثال واقعي، أنا بدي خاطب أطفال، ما بيمشي الحال روح خاطب أطفال حاكيهم عن شو عم يصير بالبلد أو منجزات علمية، بدي روح حاكي عن سبونج بوب وشي أطفال. ما بيمشي الحال فوت لعند كبار والله، وأنا بدي فوت لعند مهندس حاكي، روح حاكي بنفس الموضوع عن سبونج بوب، ما بيمشي الحال. كثير من الناس بيحكوا بنفس الموضوع بكل الأعمار بكل الأماكن.
انا بدي خليني اقول دائما نعرف هاي الشغله، انا بدي اتقرب لشخص فبدي روح ساوي له الشاي اللي هو بيحبه مو القهوه اللي انا بحبها. بدي ساوي له الشاي بدون سكر لانه هيك هو بيحبه، مو بحبه بسكر زياده لانه انا هيك بحبه. بدي اعرف الشخص تماما شو بيحب، بعد ما اعرف شو بيحب انا بروح بتواصل معه بالطريقه اللي هو بتناسبه اللي هو بيحبها. تماما. يمكن هدول الخطوات استاذ سليم ممكن نتعامل معهم او فيهم مع اي زميل موجود عندنا بالعمل، ولكن المدير يمكن او حتى رئيس القسم او الشخص الاعلى مرتبه منا بالعمل لازم يكون في له هيك طرق خاصه بالتعامل معه لحتى يصير في تواصل ايجابي وفعال. كيف بدنا نتعامل مع الشخص الاعلى مننا؟ نصيحه، تعاملوا مع كل الناس انه هن البوس تبعك، هن البيج بوس تبعك، لانه هن عن جد هيك. كل حدا بمكان ما هو احسن مني بشيء معين، فانا بحتاج منه هذا الشيء المعين. هلا اثنين، في هون عباره على جبين كل شخص، انا شخص مهم فاحترمني، اللي عرف يقراها كثير بيستفاد من الناس، اللي ما عرف يقراها كثير بيتعب وبيتعب. فدائما انا زفت لعنده كثير حلو. طبعا هذا الشخص اللي دائما بنقول له هذا عم نقط احترام، حتى بيحترم رفقاته، بيحترم طفل صغير، بيحترم. هذا الشخص المحترم هو اقدر على خليني اقول النجاح بالدنيا، الارتقاء بالشغل. دائما بتلاقي المناصب العليا هن الاشخاص كثير بحكيهم بطريقه بتعاملهم. فانا طبعا اتيكيت بسيط، انا فوت ما بقعد لما بيقولوا تقعد، لما انا بحاكي ما باخذ راحتي، بحكي ما بكثر حكي كثير، ما بضحك كثير، ما بقعد يعني بقول مزح كثير. انا كثير مهضوم. اهم شغله هي المعايره، دائما الناس بتعطيكي معايره بتعطيكي رياكشن بوشها. فانا لما بشوف واحد انه فمجرد ما اعطاني هذا التعبير تبع انه ايه كثير ظريف انت، فانا خلص خفف وقف حطيت حدود. انا عم بحكي بشيء تمام. الاستاذ ورد ما شاء الله خبير، انا بعرف انه بيعطينا دورات القاء فبدنا بيدربونا بهي الموضوع، انه انا عم درس فانت عم تدرس كاستاذ. لقيت الطلاب ملوا داخلهم، غير، نوع طريقتك، غير باي شيء. نفس الشيء ببيئه العمل، انا كبيئه عمل الموجودين رح يعطوني رياكشن، اذا قريتها فانا كثير بستفاد، اذا ما قريتها رح اتخانق مع العالم انه انا ما بيهمني اخي انا مثل ما انا. قديش لازم اكون يقظ انا وعم بتواصل مع الناس، وقديش لازم انتبه للمؤشرات اللي عم يعطوني اياها. طبعا انه انت مليت، انت مدرس مثلا بقاعه صف، هذا كان مثاله للاستاذ، طلابك تأففوا، بلشوا يفتحوا واتساب، بلش انه يشيح بنظره لبعيد، قديش لازم اقرا لغه الجسد بكثير طريقه صح. ونحن كاعلاميين ان كان مشلين او انا كمان بننتبه على ضيوفنا بكثير من القصص وبنعطي بعض الاسرار تحت الهواء. طيب خلينا نروح لشيء، ذكرت انه في صوت وفي لغه جسد وفي رساله اتصاليه، هاي اللي لازم ركز عليها. طبعاً. انا خلينا نبلش بالصوت. كثير من الناس صوتهم، اسف من هالتعبير، مستفز. يعني كم من دكتور بالجامعة منتهامس نحن كطلاب منقول يا ريت يعطينا المحاضرة مطبوعة، يا ريت، ولا يكملها بصوته، لأنه بصوته ما عم نقدر نفهم ولا معلومة. ممكن يكون إنه دكتور كتير مهم ما دخل يعني. تمام. ما في ارتباط. كيف بدي أضبط نبرة الصوت؟ النبرة بتتألف من أربع شغلات. الأربع شغلات خلينا نقولهم مجموعين بكلمة طموح: الطاء طبقة الصوت، والميم معدل السرعة، الواو الوقفات، والحاء الحجم. طبقة الصوت هي مفهوم كتير، يمكن الناس تعرف طبقة الصوت. طبقة الصوت في ناس بتحكي بهي الطريقة، هذا الطريقة اللي بيسموها قرار، هذا نوع بيعطي من الأهمية. طبعا معظم بتلاقي لما بفوت عند مدير أو بفوت عند كذا بيحكي بموضوع بيعطوا لحالهم هيبة على أساس، وفي حدا بيحكي بهي الطريقة هذا الصوت معظمه تمام، هذا بيعمل تواصل. طبعا هذا الصوت اللي هو بيسموه جواب، اللي هو أنثوي بالغالب، هذا بيبني ألفة تمام. اللي صوته تخين أو اللي بنسميه صوته قرار، هذا بيبني أهمية، بيبني شيء من الفخامة تمام. بس ولكنه بيبني كمان بلوك. طبعا هذا السبب اللي بتلاقي خمس شباب قعدوا مع بعض شي 3 ساعات، بعد 3 ساعات الخمس شباب يلا بيعرفوا اسماء بعض تماما، خمس صبايا بيقعدوا مع بعض شي 20 دقيقه بيعرفوا فصلوا الجد ال 25 تبع كل صبيه. الفكره صوتيه بحته تمام. الشغله الثانيه اللي هي معدل السرعه، الناس في ناس بتحكي كثير بسرعه، في كثير ناس بتحكي هيك بسرعه بتعرف هذا اللي بياكل الاحرف. برجع باكد بنشوفهم بالجامعه كثير يعني تماما بالمدرسه. الصوت السريع هذا الكلام هو بحفز شيء جسدي تمام، وفي ناس بيحكوا بطريقه كثير بطيئه تخفى بما يخلص انه طول بالك. طبعا هل في صوت جيد وسيء؟ ما في ابدا صوت جيد وسيء، في مناسب وغير مناسب. في اشخاص بيحكوا بهدوء فلازم حاكيهم بهدوء، لازم اعمل معايره. هذا الشخص اذا انا تخيل وجبت واحد بيحكي بهدوء، طبعا دائما انا عندي مرسل ومستقبل، فانا كمرسل بدي اعرف المستقبل وعاير عليه، مثل ما حكينا انا بدي اختار الطعم المناسب للشيء اللي انا بدي اصطاده. فانا هذا الشخص اللي بدي اروح لعنده بدي حاكيه بطريقته، اذا بيحكي بسرعه وانا حكيت ببطء رح يقوم يضربني غالبا، اذا العكس بالعكس رح يقوم يضربني غالبا.
نجي للمعدل الثالث اللي هو الوقفات. كثير ناس ما بتوقف بكلامه، تلاقي كلامه هيك لزق بعضه رشاً ودراكاً. الوقفات هو اللي بيعطي للمعنى معنى، هو اللي بيعطي للحكي معنى. كثير انه لما انا بحاكيك فانا بسكت بين كل كلمه وكلمه، بين كل كلمه حرف وحرف. هذا الكلام كمان، الوقفات الكثيره بتعطي فخامه. غالبا بتلاقي مدراء الشركات، المدراء الكبار، فهو بيحكي وبيسكت وبيحكي تمام، خاصه عن المعلومه اللي بتكون جوهريه، الكي خلينا نقول ايديا 100%. اهم شغله حجم الصوت، حجم الصوت اللي هو خليني اقول اللي انا بسميه المسافه النفسيه. اثنين بتلاقيهم راح بعض، راب كثير من بعض وعم يعيطوا على بعض، ليش؟ المسافه الروحيه بيناتهم كثير بعيده، هنا عم يتخانقوا تمام. وبتلاقي اثنين كثير بعاد ماسك السماعه وهي ماسكه السماعه بغير معامل الله، فهو عم يحكي بهمس. ليش؟ هن كثير قراب من بعض، هن خاطبين، هن حبايب، هن رفقات. المسافه حجم الصوت بيلعب كثير دور، فانا كثير بدي انتبه على هذا الموضوع. انا كثير بدي انتبه على نبرتي، كثير بدي انتبه على حكي تمام. الناس للاسف المشكله دائما من فهم لم يقصد ومن قصد لم يفهم. احيانا انا اخي انا هيك بحكي تماما، انا هيك بحكي، لا انت ما بمشي الحال هيك تحكي، بدك تحكي مثل ما نحن بيناسبنا الموقف. الفقره ناسب. الممتعه جدا مع حضرتك بعباره انه يجب ان تصرف جهد كي تلقى قبول من الناس 100%. تعتقد انه انا هيك واللي حبه يقبلني واللي ما حبه ما يقبلني، ما بيمشي الحال، بتضل حالك، تعيش لحالك كل عمرك، بتضل لحالك خاصه بالشغل. فلازم تصرف جهد وتعرف المتلقي شو بده، فحتى تعطيه اللي بده اياه. 100%. ما ضل غير نتشكرك كثير، ولنا لقاءات قادمه ان شاء الله. شكرا كثير لك استاذ سليم، اهلا وسهلا فيك. والتمارين الرياضيه كمان خلال النهار بتحسن اللياقه البدنيه والحاله المزاجيه، والاهم منها بتزيد الكفاءه والاداء بالعمل، لهيك ضروري نكون حريصين على ممارستها يوميا بدقائق قليله. صباح الخير، يسعد صباحكم. رح نبلش اليوم تماريننا. احماق بسيط بالمكان، مشي 2 3 4 5 6 7 8. رح بلش دوران كتافي لورا، 2 3 4 5 6 7 8 9. كمان مرة لقدام، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. قدام، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وبريح، حاطلع رجلي من السبات لقدام، 2 3 4 5 6 7 8 9. وآخر مرة بريح، بدي على الجهة الثانية كمان من السبات، رح أطلع 1 2. بساعدكم إنه تثبتوا نظركم بنقطة معينة، 3 4 5 6 7 8 9. وآخر مرة ريح، ريح رجلين، رح أفتح رجلين أوسع من الكتاف بشوي، رح أنزل تحت سومو سكوات، بطلع فوق، 2 3
4 الركب ما لازم يقطعوا وسط الرجلين. 5 6 ظهري مشدود. 7 8 9 10 آخر تنتين وآخر مرة ريح. دب الرجلين 2 3 4 5 6 7 8 9 وآخر مرة رح أفتح رجلين وحأنزل فوق. 1 بنزل 3 4 5 6 7 وآخر مرة ريح. بنزل ظهري ستريتش بضغط وبطلع شوي شوي. بكون خلصت تمارين لليوم، بشوفكم بكرة، باي باي. يسعد اوقاتكم. عن جديد، بيحتاج تخزين الملابس عادة لوضعها بمكان مناسب تتوفر فيه بعض الشروط، مثلا انه تكون الخزانة مغلقة بشكل محكم وما بتتأثر بالرطوبة أو الحرارة، بالإضافة لاحتياجنا لبعض المعطرات يلي ممكن نحضرها بالمنزل. عن هالموضوع رح نحكي مع خبيرة صناعة الصابون والأعمال اليدوية السيدة يمنى بكر، ويلي صارت مشلين موجودة معنا. صباح الخير أستاذة. هلا هلا، أهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. بداية الروايح يلي هون على الطاولة ما تتخيلوا قديش طيبة، يعني هيك بس ما ضيعت، ما بقى أعرف شو عم شم، بس روائح أكيد كتير رائعة. اليوم رح نخبر كل يلي عم يشوفونا كيف ممكن يحافظوا على ريحة الخزانة طيبة، وخاصة وقت نضب الصيفي والشتوي وهالقصص، يعني ضلوا شهور الثياب بمكانهم، فلازم نعتني بهي الفكرة كتير منيح. بداية كيف ممكن أنا حافظ على الثياب يلي ضبيتهم، إن كان من الرطوبة من الحرارة من كتير عوامل ممكن تأثر عليهم؟ تمام، أهم شيء إنه أنا وقت بدي ضب القطعة ضبها جافة تماماً، اتاكد انه انا حتى لو كويتها يعني هي ما بتكون جافه تمام، بعلقها لانطر انه راحت الرطوبه تماما منها. هون انا بطوي الثياب، بظبطها. ثياب الاطفال حسران بيحطوا لها مواد مناعمه لانه لبيبي، فهي الثياب حتى لو طبقتها عادي طويتها عادي بحاول انه احط بيناتها طبقه المناديل المستعمله بالمطبخ اللي بتمتص الرطوبه. وقت اللي بنقلي مثلا شيء في مناديل خاصه للمطابخ، هي بالنسبه لثياب الاطفال. ثيابنا نحن العاديه لا، اهم شيء بالمكان اللي بدي اخزن فيه انه اخزن بمكان ما في رطوبه، ومع ذلك بحاول انه احط شغلات تمتص الرطوبه قبل ما اعطي، لانه يعني في اغلبيه البيوت انه ممكن تلاقي لا مناطق غالبا بتلاقي فيها رطوبة، البيت وفي بيوت فيها رطوبه تماما كتير كمان. غالبا بتلاقي البيت مطل على اتجاهين، ممكن يكون اتجاه معرض للشمس، ممكن الاتجاه الثاني. بنحاول انه نحن نهوي دائما، مو بس مشان الثياب، مشاننا صحيا تماما. ضبينا الثياب الصيفيه او الشتويه، اول شيء بدي احط شغلات تمتص الرطوبه. تمتص الرطوبه ممكن يكون انشاره الخشب، قطع الخشب هي تمتص الرطوبه. الفحم بيمتص الرطوبه، هون معنا فحم كمان، قطع الفحم كمان بتمتص الرطوبه. هدول فحمات الارجيله اختين وحاطين مشان تمتص الرطوبه. يا ويلاه والله صار غالي فحم الارجيله. حتى بالثلاجه هاد بنحطه لانه هو مهمته تحليل الرائحه الغير مستحبه. تمام، هلا نحن ضبينا الثياب، حطينا انشاره خشب مثلا، حطينا قطع فحم. بيجي بعدين موضوع التعطير لحتى يحافظ للسنه القادمه على ريحه حلوه. تمام، يعني سحبنا الريحه الكريهه تماما، وبدنا ريحه حلوه. تماما بالضبط.
لتعطير الثياب عندي عدة وسائل، في عندي الصابون المعطر، في عندي الشمع المعطر، في عندي الأعشاب العطرية اللي هي متوفرة كثير بحدائق بيوتنا. هلا هون عندي إكليل الجبل، هون عندي اللافندر المجفف، هي متوفرة كثير وموجودة كثير، وفي الحبق، في الريحان، في النعناع الأخضر. أي شيء بيتجفف؟ أي نبتة عطرية بتتجفف بقدر استعملها كمعطر للخزائن. طيب الشموع كمان في كثير، الشغلة اللي أهم من هدول كلهم أو الشغلة اللي يعني هي مثل السحر بمناسبة امتصاص الرطوبة هي الباكينج صودا، يعني بيكربونات الصوديوم. حلو، بيكربونات كمان الصوديوم شغلة متوفرة، متوفرة بكل البيوت طبعاً، وين باللغة العامية نحن بنقلها الكربونة تماما، يعني بيستعملوها للفول والحمص. هذا مفعوله سحري بكثير شغلات، بس كيف؟ من ضمنها كيف؟ أنا بجيب بحط بسهولة كتير، بستعمل مي، بستعمل بيكربونات صوديوم، بخلطهم مع بعضهم بشكل إنه يطلع عندي عجينة. يعني ما كتير بنعملها مرقة؟ لا، هلا في حال إنه طلعت معي مرقة بضيف برد بيكربونات صوديوم، في حال طلعت لا جافة وعم تفتفت كمان بضيف، بإمكاني أضيف المي، بإمكاني أضيف عصير الليمون. عصير الليمون بيقتل البكتيريات. هاي ليش بستعملها؟ لأنه هاي بتقضي على البكتيريا اللي بتعمل رائحة. أها، حلو كتير. فبمجرد ما خلطتها مع المي بدون ما أتقيد بنسب معينة، لأنه كل مصنع بتطلع البيكنج سودا تبعته شكل تماما، فمشان ما أتقيد أنا بعمل كأني ستبيت عم بعمل عجينة لأي شيء، بحط مي بحاول أني حرك بطريقة أنه يطلع عندي عجينة متماسكة جافة. هلا هون طلعت عندي مريقة، بضيف كمان شوي بيكنج سودا. يعني مكونات جدا سهلة، مكونات بسيطة جدا طبعا. طبعا طبعا بكل البيوت في بيكنج سودا. بحولها لعجينة قاسية، يعني لازم تكون متماسكة تماما. بمجرد ما تحولت العجينة قاسية فيني أنا أضيف لها عطر على فكرة، وفيني أضيف لها عصير ليمون. ممكن يعطي ريحة كمان؟ لا، مو مشان الريحة، عصير ليمون ريحة حلوة بس بيقضي على البكتيريا. تمام. هي هاي حتى بتصير معطر سائل للغسيل. ولا الليمون هو اللي بيحمي الثياب البيضة من الاصفرار. هلا اوقات بيقولوا لك انه طلعنا القطعه السنه اللي بعدها البيضة صار في عليها اصفرار، الليمون هو اللي بيروحها. كنا عم نحكي من فتره انا وورد انه عن جد منضب القطعه، يعني والله انا جايبتها من عند الكوة او غاسلتها، يعني المفروض انه كثير من الكيس اصلا، فبتطلعها إيه تماما، انه بكيسها بتطلع بتلاقي انه في عليها اصفرار. شو جاوبتك وقتها؟ اللون الليمون هو اللي بيقضي على اللون الاصفر. هيك عم يقنعني بشغلات غريبه عجيبه. وهي تبع بيكون لابس لك اياها الجني، بده يجنني مو طول. تعارى ورجع، تعارى ورجع تمام. بس احصل على عجينه متماسكه، بجيب اي قالب سيليكون عندي بالبيت عم بستعمله للكيك او للصابون او للشمع، بصبها فيه وبنطرها لتنشف، وبستعملها ك تسمى حجر معطر. هون عندنا بلهجتنا الدارجه ممكن حط لها لون، ممكن حط لها عطر، بس هي كيف تجمد لحالها؟ تجمد لحالها، بتبخر منها المي. أوكي. حتى بالجو اوقات اذا كان صيف تاخذ وقت كثير، بالشتوية بتاخذ 10 دقائق بتكون صارت حجره. يعني ليش يعني عم بقول لك انا البراد على السريع رح تصير. البراد ما دخله هلا، بدك اياها تتبخر انت. أوكي. والافضل بموضوع التبريد انه تعتمد على التبريد الطبيعي، ما تعتمد على التبريد السريع. البراد تبريد سريع، بالصيفيه ممكن تاخذ وقت، يعني يمكن من المساء للصبح. اوكي، عرفتي بالشتويه خلال 10 دقائق. 10 دقائق بتصير. ليش قالب سيليكون؟ لانه هي حتكون قاسيه كثير، ما رح تطلع معي بسهوله. قالب السيليكون مجرد ما قلبته طلعت القطعه. اوكي، بامكاني وقت اصلا، بس ثواني لما صبيتها اعمل هيك فيها شيء مشان اترك فيها ثقب اقدر مرق من خلاله اي شريط او اي حبل بدي استعمله مشان علقها على الزان. حلوه الفكره كثير كمان. هي فكره، وهذا فعلا مفعوله سحري بالنسبه لامتصاص الرطوبه. وإذا حطيت ليمون بضمن إنه أقضي على البكتيريا اللي ممكن تعمل رائحة. طيب حكيتي لي قبل شوي إنه ممكن نفسهم نعطرهم. طبعاً. كيف؟ بسهولة. نفس الحكي مثل ما عملنا هلا، قبل ما أضيف المي بحط عطر، عطر مركز، مو العطر اللي مستعملون، إنه العطر اللي مستعملون نحن ممدد بالكحول. تمام. العطر يعني المركز. تماماً. الزيت العطري، أي عطر أنا بحبه، حتى فيك تحطي لون. بستعمل الألوان الطبيعية أو ملونات غذائية ممكن استعمل، بستعملها كمان بالمطبخ. يعني كل القصة من مكونات الموجودة بالمنزل عند بكل البيوت. أوكي، خلينا شوي نستعرض من الغراض إذا ما في شيء تاني بدك تعمليه. هاي الفكرة الأساسية لصناعة حجر معطر للثياب لأمتصاص الرطوبة. صارت جاهزة، فكرة كتير حلوة أنا بتحطه شيء فيها. تماماً. بعدين ببلش حطها، بستعملها بالطريقة اللي بدي إياها، يا بحط لها
حبله صغيره او خيط صغير او شريطه صغيره بعلقها على علاقه الثياب، او بجمعهم كلهم بكيس يكون نافذ، يعني مش كيس كتيم. يعني هدول الاكياس بتحسي بخزانات امهاتنا دائما لازم يعني لازم في هدول الاكياس. هلا هدول الاكياس بيحتوا على العنصر اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هو بيمتص رطوبه، اللي هو نشاره الخشب. اوقات بيتواجد مو كنشاره خشب، بيتواجد كقطع مخصصه خصيصا لتمتص الرطوبه من الخزان، او كرات خشب صغيره مصنوعه خصيصا لتحطيها بالخزانه بجرار الثياب الداخليه لتمتص رطوبه. يعني فينا يا نستخدم النشاره يا اما او قطع خشب، المهم انه هي بتمتص رطوبه. شو حطيتي مدام معها؟ هلا هون في عندنا صابون معطر بعد ما حطينا الشمع، عفوا ممكن استعمل شمع، بعد ما حطيت نشاره خشب استعملت الصابون المعطر. طيب هدول ممكن يجوا جاهزين او ممكن الواحد يعملهم بالبيت؟ بامكانك تعمليهم بإيدك، هو عبارة عن صابون خام جليسيرين اسمه. تمام. دوبه بطريقة حمام مريم أو طيب بدوبه بالمايكروويف، ما بتركه يغلي ولا يحترق، بس مجرد تسليح. بحط له العطر اللي أنا بحبه، بصبه بنفس الطريقة اللي حكينا اللي هو زيت عطري. إيه طبعاً زيوت عطرية. وهذا ما بستعمله للبشرة الصابون، لأنه أنا كترت له عطر، العطر بيأذي البشرة. تمام. هذا بس فقط للتعطير وبيدوم تقريبا. إذا كان العطر جيد اللي عم تستعمليه وصناعته جيدة بيمتد من 6 لـ 8 شهور بالغزانة، يعني ضلك لمدة 8 شهور فتحتي الغزانة عم تطلعي ريحة حلوة. طيب خليني أسألك سؤال، بعيدا شوي عن الصابون، عن الأعشاب يلي نحن منيبسها مثل اللافندر مثلا أو إكليل الجبل، منحطها بالغزانة. بكثير من الأوقات بتحسي إذا ما مسكتي الكيس وعملتي له هيك يعني ما عاد عم تشمي الريحه، ريحه فواحه. تمام. فهو شو بيكون السبب؟ هلا غلط مع استمرار، لا مو ما غلط مننا، مع استمرار الوقت والتعرض. يعني انت لما بدك تحافظي على عشب، على عشبه عطريه بدك تحطيها بشيء مغلق محكم الاغلاق. يعني هي ما بيمشي. هلا اذا هي تركتيها حطيتها بسمايه ما بيمشي، اسبوع اسبوعين ثلاثه راحت ريحتها. طيب. اذا حطيتيها بعلبه محكمه الاغلاق اذا بتضلها سنه بتفتحي بتخف عليكي ريحتها. طبعا الاعشاب العطريه هي كمان هي بديل النفتالين، لانه النفتالين بيستعملوه كثير بالتخزين، ريحته واخذه. الاعشاب العطريه بتقضي على العت او بتمنع انتشار العت، بنفس الوقت بتعطي رائحه حلوه. بالخزانه فيكي تقولي هو مو محكم الاغلاق بس مغلقه بشكل جيد الخزائن. تمام. اكيد فبتستمر الريحه لفتره طويله وسهل انه يتواجد بكل بيت نباتات عطريه. اكيد اكيد. يتشكر كثير على وجودك معنا اليوم وعلى هاي الافكار الحلوه اللي قدمتي لنا اياها، ورح نرجع أكيد. شكرا كثير لك يا مدام. الله يسلمك. شكرا لك. اهلين. الله يسلمك. الفن رساله، شو ما كان نوع هذا الفن وقد ايه بتكون هالرساله جميله لما تنرسم خطوطه بشكل غريب فيه روح ابداعيه. واليوم من طرطوس رح نتعرف مع بعض على فنانه عبرت عن انتمائها لوطنها بلوحات شكلتها من ترابه وتراب كل محافظه من المحافظات السوريه. الفن هو الحرية بأن تكون قادراً أن تثني أشياءً يراها غالبية الأشخاص خطاً مستقيماً. وهكذا هي الفنانة التشكيلية جوليا سعيد التي أبدعت لوحات فنية غاية في الدفء شكلتها من التراب، وعبرت عن حبها لوطنها سوريا بأخذها التراب من كافة محافظاته لتبدع لوحات تفوح منها رائحة الانتماء إلى الأرض. ظروف الحياة كتير صعبة ورسمت كتير الألوان مائي وأكريليك وزيت، وصلت لمرحلة بدي أوقف عن الرسم. بعدين هيك ذكرت أنه في عندي ذاكرة بصرية من الطفولة، أنه التراب هو ما في أحلى منه، لونه بيعطي مشاعر دافئة تجاه اللي عم يرسم فيها. كسرت أي محافظة مثلا أنا أطلع لأرسم، جيب تراب من المحافظة اللي أنا بطلع لي زيارة، أو حدا مثلا بوصي من رفقاتي أو شيء، يعني بجيب هالتراب وبمزجه وبرسم. رسمت عن مواضيع مختلفة، وبعدين صرت ابحث عن انواع التراب. صار في عندي تراب مثلا في لون الازرق، في لون الابيض، في لون الاحمر، اللي بيختلف من منطقة لمنطقة. التراب هو حسب المنطقة اللي موجودين فيها. أسلوبها المميز بمزج التراب والرسم لاقى إقبالاً كبيراً عند من أثار فضولهم هذا الأسلوب الخاص من الفن، واستقطبت أطفالاً أضافت لهم بموهبتها الشغف بهذا النوع
من الإبداع. صرت درب أطفال هيك وصرت أدعي على ملتقيات طبعاً بالمحافظة وخارج المحافظة، فكتير لقيت شغف وإقبال من الطلاب، فهي الشيء كتير عطاني كمان حافز أنه الطفل كتير إحساسه صادق. لما الطفل أنت عم يرسم بالتراب وعم يستمتع، بالبداية كان يستغرب أنه معقول ميس أنه آسي بدنا نرسم بالتراب، أنه يستغرب بالبداية، بعدين عم يحس في شغف في رغبة. أنا كنت لون بالألوان المائية وتعودت على الألوان المائية، بعد ما خلصتها عرفت أنه فينا نرسم من تراب الوطن، في ألوان للتراب الوطن، في أحمر، في الأبيض، في كتير. فوقت عرفت في كتير من هالألوان المبسطة، قلت فينا نغير في الألوان، فينا نغير بالتصاميم مثل الرسمات اللي بترسمها الأنسي. فشوي شوي صرت أتعلم من الأنسي وأرسم، وتعلمت منه ورسمت كتير شغلات، وأنا بحب الرسم وموهبتي هي الرسم. جوليا تستعد لافتتاح معرض فني تجمع لوحاته جمال وحضارة المحافظات السورية برسالة حب وانتماء للوطن الأكبر سوريا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، يعطيكم ألف عافية. رح نرجع شوي خطوات لورا لنعرف شو عملنا. شوحنا نحن اللحمة بالسمنة مع البصل الكامل المقشر، بعد ما شوحنا هون ضفنا لهم نص كوب ماء مشان يستوي اللحم مزبوط، نص كوب ماء أكتر ما بدنا مرقة كتير، وغطينا هون لحتى استووا صاروا جاهزين. البتنجان المقلي نزلناه بالمي اللي بدنا نسلق فيها الرز ونطبخ فيها الرز حتى أخذت المرقة طعمة البتنجان. رفعنا البتنجان، نزلنا الرز المغسول والمصفى، ورزنا هلأ جاهز صار هلأ على التطبيق، واللحمة صارت تقريباً جاهزة عم تنتهي. البتنجان اللي المقلي اللي مرقناه بالمي غليناه بالمي وأخذنا الطعمة تبعه صفينا بوعاء لحتى نقلب فيه الأكلة. هلأ رح نصف نسكب الرز. طبعا اللحمه مثل ما شايفين عندها شويه مرقه وعم تكمل استواء مع البصله. نحن بدنا نسكب الرز هذا الرز البسمتي، فينا نستعمل الرز الحبه الطويله الابيض من دون ما ذكر أسماء ماركات، فينا نستعمل أي نوع رز، ولكن هذا الرز البسمتي هو مناسب أكثر شيء. نحن عم نسكب هلأ الرزات بغاية أنه نقلبها ونحصل على شكل جميل للأكلة. نحن رح نقلبها على صحن التقديم ونغطيها ونرجع نكمل شغلنا باللحم والمكسرات. رح نقدم طبقنا بالشكل النهائي لاحقا مع اللبن بخيار والثوم. ومثل ما شايفين مشاهدينا نحن رح نقلب أكلتنا ونكمل شغلنا بعد الفاصل. ونرجع هلأ لعند مشلين وورد، رح نرجع نظبط لزقوا شوي البيتنجانات ما بيأثر، نرجع منظبطهم على مهلنا ونرجع. شكرا يا شيف، يعطيك العافية شيف. يعطيك العافية شيف، يا هلا. أما هلأ فرح نروح لفقرتنا الطبية لليوم يلي رح نحكي فيها عن فقر الدم ويلي سببه انخفاض الخضاب، ونمر على موضوع ضعف تخثر الدم بسبب نقص الصفيحات، من الأسباب الوقاية والعلاج. كل هالمعلومات رح نعرفها مع الدكتورة رندا عوامي الاختصاصية بأمراض الدم. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيك. لو نذكر أنفسنا والمشاهدين بداية بمكونات النسيج الدموي ودور كل مكون. طيب هلا اذا بدنا نحكي على الدم نحسن نعتبره نحن هو نسيج ضام بس متحرك، بيتالف من خلايا
وسائل. السائل اسمه البلازما. الخلايا هي ثلاث انواع رئيسيه: الكريات الحمر، كريات البيض والصفيحات. هلا الكريات البيض لها الدور الاكبر بالمناعه والدفاع عن الجسم. الكريات الحمر امداد الجسم بالاكسجه والتغذيه او طرح الفضلات CO2 خاصه. الصفيحات لها علاقه بالارقاء. البلازما هي بتحتوي على عناصر التخثر الكامله خاصه الفبرينوجين اللي له علاقه بتخسير الدم اذا واحد انجرح. هي تعريف كثير بسيط للدم بشكل عام. طيب دكتوره خلينا نسمع كثير الهيموغلوبين، شو هو طبيا وشو دوره؟ الهيموغلوبين هو بروتين موجود ضمن الكريات الحمر، بيتالف من مركبتين هو الجلوبين والهيم. تمام. هلا الجلوبين هو عباره عن بقدر بشكل بسيط عديد بيبتايد. شو يعني؟ يعني حموض امينيه متسلسله بتصطف بسلسلتين، سلسلتين الفا وسلسلتين بيتا. هذا الخضاب الطبيعي. الفا 141 حمض اميني، بيتا 146 حمض اميني. الحموض الامينيه مرتبه ومعروف عددها وترتيبها، بحيث اي خلل ولو بحمض واحد سواء بترتيبه او بنوعيته ممكن تعمل لي مشكله بالخضاب. يطلع عندي خليه شاذه، يطلع عندي خضاب شاذ وليس خليه شاذه. اوكي. الهم هو لا، هو المكون الاساسي دي بالكرية الحمراء اللي بيحمل اربع ذرات حديد لكل ذره هم. كل جزيء هم بيحمل اربع ذرات حديد. اهميه الحديد انه كل جزيء من الحديد بيحمل جزيء اكسجين. تمام. هلا وصلنا كيف عم يوصل الاكسجين للكرية. تمام. هون الاساس اللي العمل الرئيسي للكرية الحمراء هي نقل الاكسجين للجسم عبر جزيء الهيم. اوكي. معناتها بس تلخيص انه الحديد الموجود على جزيئه الهيم هو اللي بينقل الاكسجين للخليه. تمام. طيب ليش بيصير في نقص بالهيموغلوبين؟ هلا الهيموغلوبين اذا بدنا نحكي بصفه بسيطه، اما نقص تركيب او زياده طرح او زياده تخريب او اللي هو. اوكي. اذا نقص تركيب، نحن تركيب الكريات الحمر او تركيب الهيم عاده بالنقي ضمن نقي العظم، فبدي مواد انا تساعدني على التركيب. هالمواد بشكل رئيسي هي في عندي هرمون اسمه الايبوتين او الاريتروبيوتين اسمه التجاري ايبوتين. هذا بتنتجه الكليه استجابه لنقص الاكسجين، بتحرض النقي على التكوين، بس النقي بده يكون في عنده مواد اوليه لتركب، اهمها عنصر الحديد. في عندي فيتامينات بي 6 بي 9 بي 12 وعندي مركبات ثانيه. هاي المواد الاساسيه اذا كان في نقص فيها ما بيتركب عندي كميه كافيه، او بالعكس عندي الوارد الكافي، عندي التركيب الكافي مثلا، بس في عندي زياده تخريب او زياده اطراح. وين بيتخرب الهيموغلوبين؟ هلا الهيموغلوبين بتحال وبترجع الحموض الامينيه على الكبد يعاد اصطناع منها. بس انا ممكن يكون في عندي ضياع. شلون يعني ضياع؟ يعني هالكريه الحمراء هي اللي عمرها وسطيه 120 يوم ممكن تتخرب قبل بوقت. هي بنسميها فاقات دم انحلاليه، يعني انحلت عبكير، فلذلك النقي بحاول يصنع بس بصير في عنده نقص. تماما. او بالعكس عندي ضياع، نزوف مثلا، نزوف الانبوب الهضم. باسباب بسيطه ممكن تكون، مش تكون اسباب خبيثه. تمام. او اسباب معناتها دكتوره بهي الحالات بيكون في عندنا نقص بماده الهيموغلوبين. تمام. فينا نقول انه في امراض معينه بتسبب هذا النقص؟ هي مثل ما عم اقول لك بشكل عام، مثلا سوء الامتصاص. الشخص عم ياكل منيح، الوارد عنده منيح، بس جسمه ما عم يمتص. فاذا ما امتص هالعناصر اللي اخذها حيصير في عنده فقر دم، حيصير في عنده نقص تركيب للهيموغلوبين. او بالعكس كل شيء موجود بس النقي مشغول بخلايا ثانيه، مثلا خلايا خبيثه، خلايا تليفيه، او عناصر الدم نفسها تحولت لخلايا خبيثه، النقي مشغول بشيء ثاني ما بيقدر يكون. او بالعكس مثل ما حكينا بعدين انه كون ولكن في ضياع. عم تتخرب في ضياع منطقة. تمام. طيب دكتورة اليوم كثير من الحالات ذكرت، سألتك تحت الهواء انه شو عم يجي لعندكم على العيادة اكثر شيء، قلتي لي والله فقر الدم وخاصة ناجم عن نقص الهيموغلوبين او حتى تعداد الخلايا الحمراء. ليش كلا النوعين عم يصير؟ يعني اذا رجعنا من 10 سنين لليوم يمكن النمط الغذائي اللي عم يتناولوه اليوم السوريين ما كثير مساعد نوعا ما على التغذية السليمة. خلينا نقول هذا له علاقة ولا لا؟ وفي ناس على العكس تماما بيقولك انا باكل لحم احمر، باكل دجاج، وباكل مكونات خضار بس ما عندي دم صحيح وسليم. تماما. هلا اكيد نقص التغذية او سوء التغذية
ما لها علاقة بالكمية، قد يكون لها علاقة بالنوعية. تمام. يعني الكمية لها دور والنوعية لها دور. كمية مثلاً شخص مشغول أو ما عم تصل الكمية اللازمة، هذا بصير في عنده فقر دم. أو بالعكس عم ياكل بس عم ياكل نوعية سيئة. جانك فود مثلاً. مثلاً وجبات السريعة. نشويات، هي كلها ما فيها مركبات، خاصة أنا بيهمني عنصر الحديد والبي 6 والبي 12، هي كلها ما فيها هالمكونات هي. بيهمني كمان مثلاً الأشخاص النباتيين، النباتي ما عنده بي 12، ما عنده كوبالامين، فما بيركب كريات حمر، فيصير في عندي خلل بتصنيع الدي إن إيه، فبصير في عندي فقر دم. تمام. طيب دكتورة، بكثير من الأحيان بنسمع أشخاص بيقولوا إنه أنا صحتي كثير منيحة، باكل كثير منيح، ما عندي لا فقر دم ولا أمراض ثانية، فجأة بيعرف أنه هو مصاب بفقر الدم. شو سبب فقر الدم المفاجئ وشو ممكن تكون الأعراض اللي بتظهر على الشخص المصاب فيه؟ هلأ الأسباب، إذا بدنا نحكي عن الأسباب فقر الدم المفاجئ، إذا بدنا نصفهم بالآلية اللي حكينا فيها الفيزيولوجيا، معناتها هي ضياع مفاجئ. طالما الوارد عنده جيد على هون ما عم تحكي حضرتك، معناتها عندي ضياع. هالضياع إما انحلال أو نزف. الانحلال والنزف قد يكون فعلا حاد، يعني نوبة انحلال حادة أو هجمة نزف حادة، أو قد يكون مزمن الشخص بيقدر يعاود. فهون بتفرق عندي الأعراض. وقت بتكون شغلة حادة مثلاً، فجأة الشخص لنفترض عنده قرحة معدية نزفت، هذا مفاجأة بينزف. أو جسم بعض السيدات مثلاً غزارة بالدورة الشهرية، الغزارة الشهرية بتعمل فقر دم بس مو مفاجئ، خفيف بكون لا تدريجي. فالجسم بيتأقلم فترة على فترة، بعدين بيصل لمرحلة خلاص ما بقى يقدر يكمل. وقت اللي بينزل الخضاب عن 8 جرام بالديسيلتر بتبلش عندي الأعراض. إمتى؟ في أحياناً سيدات أو حتى شباب الأعراض طول ما أنه مرتاح الشغل على الهدى ما عنده أعراض، بس يصير الجسم بحاجة شوي زيادة للأكسجة مثلاً، لأنه الأعراض تظهر إما بسبب نقص الأكسجة أو نقص حجم الدم، بتلاقي بتبلش عنده الأعراض. يعني مثلاً طلع درجين خلاص ما عاد يقدر يكمل. قال لك انا كنت بالقبل كمل، هلا ما عاد يقدر، مع انه هو بعمر الشباب ممكن يكون. تماما. فنحن بدنا ندور هون استجوابنا للمريض، كثير بنسال اسئله احيانا دقيقه احيانا خاصه لحتى نوصل للسبب. طيب طالما بلشتي تسالي المريض اسئله، رح نفتح الباب لبعض الاشخاص اللي ممكن حابين يطرحوا سؤال على الرقم 9342 من داخل دمشق 011-9342 من أي محافظة سورية، لتسألوا الدكتورة عن أي عرض ممكن عم تحسوا فيه، ممكن يكون فعلاً له علاقة بالنسيج الدموي. طيب دكتورة شو باقي الأعراض؟ يعني بيقولوا لك أنه أنا بحس إيدي مالي حال أرفعها، بيقول لك أنه أنا عم بدرس ما عم مركز، فوراً بيقولوا لنا فقر دم، مزبوط ولا لا؟ مزبوط، هذا الكلام سليم. هلأ أول شيء في عندي أعراض، في عندي علامات. الأعراض هي الشخص بيجي هو عم يشكي، اما مثلا بيقول لك بتجيني فترات صداع كثير، او حاسس حالي منرفوز دائما منرفز، او حاسس حالي مالي قدران اشتغل، او انا كنت امشي مشواري ما احس بشيء، هلا كل مالي المشوار اللي عم بقدر امشي او درجة عم كل مالي عم تقل المسافه عم بتعب اكثر. هاي المريض بيبقى عم يجي يشتكي فيها. العلامات نحن بنشوفها مثل نحن بنعلمها لطلابنا، انه العلامه هي انا بطلع على الشخص عنده مثلا شحوب، لون بشره شاحب خاصة بفحص الملتحمة، أو لون تحت أو يعني أصفر بالصلبة، أو أحياناً خاصة عند الصبايا بنلاقي في شيء اسمه تشقق سوارين، أطراف الشفتين مشققة. عندي علامة كتير مهمة في فحص اللسان، بلاقي لسان أملس، بلاقي لماع، أحياناً بيشكو من ألم حسب نوع فقر الدم. يعني هدول يمكن تفاصيل الطبيب هو أكثر يلي بينتبه عليها. رح نحكي دكتورة شوي عن التحاليل يلي بتنطلب من المريض وقت يبين أنه في عنده نقص بالدم، ولكن قبل خليني أخذ هذا الاتصال من نور. صباح الخير نور. بعد إذنكم تعلوا صوت بالكنترول، ونور تعلي صوتك أنت كمان لحتى نقدر نسمعك أكثر. صباح الخير دكتورة. يسعد صباحك، تفضلي الدكتورة مع حضرتك. أنا سؤالي، أنا دائما من زمان عندي فقر دم، فأنا بعالجه وعندي كل هالأعراض اللي ذكرتيها من شوي، فأنا بعالجه باخد هيموغلوبين من كان حبوب ولا إبر، دائما يعني بيوصل ما بيطلع فوق 9. بعد المعالجة ما بيطلع فوق 9 خضابة؟ ايه.
اوكي بيطلع شوي بيرجع بينزل، يعني بحس حالي انه ما بستفيد من المعالجه ابدا، قد ما اخذت ابر وقد ما اخذت ابر حد ادويه الحديد وباخذ معه اللهم صل على النبي الحبه الصفراء الصغيره راح بالي اسمها تمام يعني ما بيتعوض عندي الهيموجلوبين تمام وحتى عندي نقص بمخزون الحديد كمان باخذ له ابر الحديد وما بيتعوض عندي قد ايه العمر بالله؟ 40 تمام العمر كله يا رب رح تجاوبك الدكتوره اكيد شو السبب؟ شو؟ السبب اول شيء نحن بنسال انه هي راجع الطبيب للتشخيص الاكيد ولا لا؟ اول شيء الطبيب حكما في له تحاليله الخاصه لحتى يحط مثل ما يقولوا نحن ايدنا على الوجع ثاني شيء عندنا تنبيهات للمريض استمراريه بالعلاج يعني المريضه اللي عم تقول لي عندها نقص بمخزون الحديد هيك فهمت منها يعني المعالجه لا يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين حكما المعالجه طويله وبدها متابعه يعني انا بعطي معالجه بتابع الارقام كيف عم تتحسن اذا ما تحسنت عندي خلل قد تكون عم تشرب الدواء بكميات قليله قد تكون ما ملتزمة بالدواء نفسه أو عم تاخده بوقت غلط أو عم تاخده بطريقة غلط قد تكون طريقة تغذيتها غلط مو الكمية برجع بأكد مو الكمية النوعية إن كان مثل ما ذكرتي دكتورة في الكتار من الأشخاص بيخافوا من الـ من الـ يعني الأدوية أو حتى الفيتامينات بيقولوا لك ممكن تضرب لي كلوية أو هيك فبياخذوها مدة كتير قصيرة وبيوقفوها بس راحت الأعراض فورم بيوقفوها تمام يعني بيحس حالة تحسن شوي شهر تقول لك خلص أنا تحسنت لا عوز الحديد بالذات خاصة إذا كان في سبب شهري للضياع ممكن أنا أستمر بالمعالجة سنة ممكن يكون المخازن كلها فاضية تحليلها غير تماماً المخازن تماماً نحكي عنها بحلقات قادمة طب دكتورة سألت مشلين عن التحاليل شو بتطلبوا تحاليل؟ نحن تحاليلنا عادة بتبلش مثل ما حكينا عن تعريف الدم بتبلش بتحليل اسمه تعداد الدم الشامل شو يعني؟ أنا بدي أشوف مو بس رقم الخضام بدي اشوف معه ارقام الكريات البيض وارقام الصفيحات حتى اقدر انا اصل للسبب لازم اشملهم كلهم سوا بعدين الكريات الحمر نفسها او الخضاب نفسه في ارقام ثانيه انا بتوجهني مثل الهيماتوكريت عدد الكريات الحمر مناسب الكريات الحمر هي كلها بتجي بتحليل واحد اسمه السي بي سي او تعداد الدم الشامل بعد ما اعمله بنعمل فيه تحليل كثير مهم وكثير المرضى بيتجاوزوه بياخذوا لوحدهم بلاقي فرد دم بيعالج لوحده لا في شيء اسمه لطاخه محيطيه شو يعني لطاخه محيطيه يعني انا باخذ عينه من الدم بدرسها تحت المجهر بيفرق معي كثير وقت بشوف الكريه الحمراء شكل الكريه الحمراء تمام طريقه توزع الصباغ فيها بتوجهني انا لحتى اقدر اعرف السبب توجهنا اكثر نطلب فحوصات اختصاصيه اكثر مثل مثلا مخزون الحديد مثل الصبيه اللي اتصلت قبل شوي او ممكن اطلب معايره للفيتامين بي 12 حسب انا شو شفت بالتحاليل بطلب ببدا استبعد وببدا بدقق اكثر ببدا بدقق اكثر مشان اوصل للتشخيص الصح تمام اوصل للمعالجه الصح يعني تفاصيل كثيره ما بيكشفها غير الطبيب المختص نحن يعني دائما ببرنامجنا بنحاول نستضيف اطباء مختصين لحتى هنن يحكوا لنا الاسباب وكيفيه العلاج بالاخير لا تسمعوا لا لجيرانكم لا لرفقاتكم يعني انه باخذ لي كم حبه حديد بيمشي الحال موضوع مختلف تماما دكتوره بدي اتشكرك كثير على وجودك معنا لليوم وعلى المعلومات القيمه اللي قدمتي لنا اياها شكرا كثير لك دكتوره والصحه والسلامه لكل المشاهدين يا رب كل حدا مننا شخص مميز وبيختلف عن غيره سواء بالشكل او حتى بالطباع وهيك نحن كبشر ممكن نختلف عن بعضنا البعض بلون البشره او بملامح الوجه مثلا ولكن ورد في نسبه قليله كثير كثير من الناس بيمتلكوا خصائص وسمات بتميزهم عن باقي البشر بنسبه 99% فشو هن هالخصائص وشو المميز فيهم رح نتابع بهالتقرير البشر نتشابه بالعديد من الخصائص ومنختلف باللون بالطول أو الملامح مثلاً لكن في بعض الصفات المميزة ويلي بيمتلكوها فقط 1% من البشر بعضها ممكن يكون نقمة عليهم أو نعمة بتكسبهم صفات أقرب للأبطال الخياليين أول هي الصفات العظام غير القابلة للكسر
فعائلة أمريكية لفتت العلماء بأن أفراد ما عندهم تاريخ من كسور العظام أبداً، وبعد البحث تبين أنه هالشي صار بسبب طفرة جينية بتسبب ارتفاع كثافة العظام لتخليهم أقوى من عظام أي شخص على الكوكب بحوالي 8 مرات. وواحدة من أندر وأجمل الصفات البشرية هي اختلاف لون العين اليمين عند الشخص عن العين اليسار، وسبب ترسبات صبغة الميلانين المختلفة بكل عين. وفي منها نوعين، أول نوع بيكون اختلاف الألوان بين العينين كامل، أما النوع الثاني فهو اختلاف اللون بالعين الواحدة. وعلى ذكر العيون والألوان، فكمان في خاصية مميزة جداً وهي الرؤية رباعية الألوان، ويلي بتيح لصاحبها القدرة على رؤية ألوان كتيرة ما بيقدروا الناس العاديين يشوفوهن. فعدد الألوان يلي بيقدر الشخص العادي يشوفها هي 10 ملايين لون، أما صاحب الرؤية رباعية الألوان بيقدر يميز بين 100 مليون لون. وعلى الرغم من ندرة هالشي، لكن وإن وجد فبيظهر عند النساء. وأخيراً متلازمة النوم القصير يلي غالبية الناس يمكن يتمنوا يحصلوا عليها، لأن الأشخاص المصابين بهالمتلازمة بيقدروا يناموا لفترة أقل بكتير من الطبيعي، وبنفس الوقت يصحوا بكامل قوة ونشاط. وهالشي بيختلف عن الأرق يلي هو صعوبة النوم، أما المصابين بهالمتلازمة بيعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. صباح الخير عن جديد. ببعض الأحيان منتفاجأ لما نشوف حدا نايم وعيونه مفتحين، منقول عنه نايم نوم غزلاني. للأسف الأغلبية بياخدوا الحالة بطريقة المزح والضحك بدون ما يكون عندهم إدراك كامل إنها ناتجة عن سبب طبي معين وممكن تتسبب بأضرار على المدى البعيد. شو اسم هاي الحالة وهل هي خطيرة يا ترى؟ وليش نصح الخبراء إنه من الضروري لما ننام نسكر عيوننا بالكامل؟ رح يخبرنا أكثر ورد عن هالموضوع. مثل ما ذكرت يا مشلين، صحيح هي حالة مرضية قائمة بحد ذاتها. من المعتاد انه لما الشخص بده يسترخي يختار مكان بعيد عن جو الانفعال والتوتر يلي بيواجهه بروتين حياته اليومي. وقت بده ينام مثلا بيلجأ لإطفاء الأضواء، وفي أشخاص بيجبروا حالهم على إغلاق عيونهم ليدخلوا بنوم عميق أو يبلشوا النوم. وأوقات لا إرادياً العيون بتتسكر لحالها وقت النعاس، وبيخطر ببالنا الكثير من التساؤلات إنه يا ترى ليش لما ننام منغمض عيوننا؟ الأبحاث جاوبت عن هالاستفسار بشكل طبي وعلمي وليس بشكل فكاهي، والدراسات ذكرت إنه الأسباب يلي بتخلينا نسكر عيوننا هي منع تحفيز الدماغ والشعور الأكبر بالراحة وحماية العينين من أي ضرر ممكن يسبب لألون الجفاف. ولكن بيّن الخبراء أنه مو كل الأشخاص لما بيناموا بيسكروا عيونهم، وهي حالة منسميها النوم الغزلاني. يعني فعلا ممكن الناظر لهالاشخاص هنن ونايمين عيونهم مفتحه يخاف نوعا ما انه هنن بحاله غير طبيعيه، ولكن اكد العلماء انه هاي الحاله موجوده. وبدنا ناكد ايضا على معلومه بتقول انه نوم الاطفال بعيون مفتوحه وهنن بعمر
نصف سنة مثلاً أمر طبيعي لأنها تعتبر فترة الراحة الليلية، لكن تطورها مع تقدم العمر مشكلة، وللأسف أغلب الناس المصابة بالعين الأرنبية أو المعروفة بالنوم الغزلاني هنن ما عندهم معرفة بإصابتهم، لأنه هنن أصلاً نايمين لما بيكونوا فما بيشوفوا حالهم وما بيحسوا بهالشي. لهيك حددوا الخبراء بعض الأعراض الخاصة لهالحالة كرمال ينتبه الشخص على معاناته، يلي هي شعور العين بالخدش والتهيج والإحمرار والجفاف، الرؤية الضبابية مثلاً، إضافة لإحمرار بالعين والشعور بألم وتعب فيها. مع الوقت ممكن تتطور وتسبب التهاب وتلف بالقرنية، وأكيد هالحالة إلى أسباب واضحة. وجد الأطباء عدة أسباب محتملة وعوامل بتؤدي لحالة النوم الغزلاني، يمكن أنه تكون مكتسبة أو كامنة، وغالباً ما يكون السبب للإصابة بحالة النوم الغزلاني هو عوامل داخلية، خلل بأعصاب الوجه مثل ضعف أو شلل العضلة الدويرية العينية، وهي العضلة المسؤولة عن إغلاق جفن العين، وهالخلل قد يكون خلقي أو مكتسب. كما يسبب عجز أو ضعف العضلات يلي بتغلق الجفون هالمشكلة، وفي عدة مشكلات بتسبب الحالة مثل السكتة الدماغية، الشلل الوجهي المحيطي، الأورام ومتلازمة موبيوس. أما العوامل الخارجية يلي بتلحق الضرر بأعصاب وعضلات الوجه مثل الحوادث والعمليات الجراحية كاستئصال قسم كبير من جفن العين أثناء عملية رأس جفن العين، وإضافة لبعض أنواع الالتهابات والعدوى منها مرض لاين والنكاف والخناء والجذام، ومشكلات صحية وعوامل أخرى مثل مرض غيربز وفرط كثافة الرموش. بيّن الخبراء أنه الأشخاص اللي نومهم غزلاني بيمولوا بشكل لا إرادي أثناء النوم لإدارة العيون للخلف حتى ما يشعروا بموضوع ضرر معين، وهالشي بيساعدهم على ضمان تغطية القسم الأكبر من القرنية بالجزء المغلق من الجفن، والبعض الآخر لا إرادياً بيرمش بكثرة بفترة النوم، وبهالحالة بتقل فرص الإصابة بالضرر. لهيك من الشائع أنه تمر هالحالة بدون تشخيص بالفترة الأولى، لأن ما بتظهر غير وقت النوم، أما بالنهار بيتمكن الشخص من تحريك جفنه والتحكم فيه بشكل طبيعي وبيغلق عيونه بالكامل بدون ملاحظة أي خلل كان، ولكن تطور هالحالة واعتقاده أمر طبيعي حتى لو عند الطفل الرضيع رح يسبب مضاعفات كتيرة على المدى الطويل. الظلام التام بيضمن راحة ليلية فعلية، لأنه هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم الروتين اليومي هو مضاد قوي للأكسدة وفقط بينتج بالظلام. وبين خبراء منظمة الصحة العالمية أنه من الصعب تقدير دور هالهرمون، فهو بيحسن الحالة النفسية والعاطفية وبيكافح الإجهاد بصورة طبيعية. ومن المعروف أنه الميلاتونين هرمون النوم، الجمال والمناعة الجيدة، وإذا نقص ممكن تظهر الأورام السرطانية. لهيك اعتبر الأطباء أنه العدو الرئيسي للهرمون هو الضوء بفترة الليل والنوم الغزلاني، فهن بشكل خطر على الصحة النفسية والجسدية وثقل إضافي للدماغ. لأنه بقاء العين مفتوحة يعني استمرار الدماغ بتحليل المعلومات وإنهاك الأعصاب وتوتر العين. وذكروا بالتقرير أنه بحال ما تم الحصول على العلاجات المناسبة للنوم الغزلاني حتتسبب بمضاعفات خطيرة من الممكن أنه تأثر بشكل سلبي على النظر مثل العمى وتقرحات. إذا عرف السبب بطل العجب، ولكل داء دواء، فإذا قدر الشخص ينتبه للأعراض يلي ذكرناها وذكر الأطباء
فمن المؤكد انه رح يحمي نفسه ويتخلص من هالمشكلة، اضافة لضرورة مراقبة الاشخاص الموجودين حواليه لفترة نومه. فهالشي مسؤول بدرجة اولى عن تخفيف المضاعفات الخطيرة يلي بتأذي العين وبتضرها. وطبعا في الكثير من الخيارات العلاجية الملائمة للامراض الصحية يلي ممكن تكون هي السبب بالاصابة بحالة النوم الغزلاني، لهيك من الضروري زيارة الطبيب لمعرفة الاسباب وتحديدها، اضافة لاستخدام مراهم موضوعية مرطبة او مطهرة او قطرات ترطيب للعيون لمنع جفافها ليلا، اضافة للخضوع إلى بعض الحالات الحرجة لعمليات جراحية. مثلاً يا مشلين ممكن يكون السبب فيزيولوجي له علاقة برخاوة الجفن أو ضعف العضلات يلي بتتحكم بهالجفن. 100% يعني خطر لي ورد لك أنه بعيداً عن فكرة أنه الشخص هو رح يعرف أنه عنده مشكلة نتيجة الأعراض اللي ممكن تظهر عليه، ولكن للماميات كلياتهم يلي بيكونوا عم يشوفوا أولادهم عم بيقولوا بينهم وبين حالهم يقبرني بنام نوم غزلاني، بلاها هي الجملة، خلونا نروح وندير بالنا على أولادنا، على الأشخاص يلي عايشين معهم ببيوتنا. امبارح كان الجمعة، يعني يوم العطلة الرسمية بالبلد لأغلبية الموظفين، نحن كمان كنا معطلين. هذا اليوم بالنسبة للكتار هو عبارة عن القعدة بالبيت وأنه نفطر مع أهلنا الفطور التقليدي المشهور عنا بسوريا يلي هو الفتة بأنواعها، فتة، تسقية، هدول الحركات كلياتهم بغض النظر أنه لهم أسماء مختلفة حسب ثقافة كل بلد، ويلي قد ما تنوعت بتجمع الطعم الطيبة واللمة الحلوة مع العائلة. الفتة أو التسقية من الأكلات الشرقية الشهيرة يلي ما بتخلى المائدة الشامية منها، خصوصاً يوم الجمعة، فهالأكلة بتلم العيلة بنهار العطلة، وكتار بيعتبروها من الوجبات الشعبية الأساسية. وبيتم إعدادها بطرق مختلفة حسب ثقافة كل بلد، وسميت فتة لأنه بس يحضروها بفتوا فيها خبز. طبعاً اختلفوا على أصلها وتعددت الحكايات واختلفت طرق تحضيرها وتقديمها، إلا أنها بتبقى تتميز بمذاقها الخاص. تنتشر الفتة بالعديد من الدول العربية، وبكل دولة لها اسمها الخاص، تعرف باسمها التقليدي بكل من فلسطين ومصر والأردن، بينما بدول الخليج الفتات، وفي ليبيا المثرود، وفي سوريا التسقية، واللبلابي في تونس، بصرف النظر عن اختلاف كل من مكوناتها وطريقة طهيها بكل مكان. أما الاتجاه الثاني بيميل لفكرة أنه للفتة وصول شامية، وبيقولوا أنه نشأتها كانت ببلاد الشام. وبعدها أخذ المصريين مع إضافة لمسات خاصة مختلفة، لكن يلي بيميز أهل الشام أنهم بيعدوا أطباق مختلفة من الفتة دوناً عن الفتة المعتادة باللحم. بتلاقوا فتة الحمص، فتة المكدوس، وفتة الدجاج، وفي مثل شهير ببلاد الشام عن الفتة يلي ما فيها لحمة، وهو إذا غاب عنك الضاني فعليك بالحمصاني، يعني في حال ما في لحمة بنقدر نستبدلها بالحمص. بالإضافة لهالشي بعصرنا الحالي ظهرت لكتير من الأطباق المختلفة، بيضل الفتة سحرها الخاص كأكلة شعبية ببلادنا العربية. كنا عم نحكي نحن وعم نشوف التقرير، غير انه عم نجوع نحن والمشاهدين، صار وقت الفطور، انه هالاكلات مشهوره اكثر شيء بدمشق،
الفتة التسقية المسبحة، أكلات البقوليات، بينما بحلب، باللاذقية، بحمص في أكلات تانية. هلأ مدام نجلة بتخبرنا يا هون وكلنا حظوظنا وتوقعات الفلك لليوم كمان. صباح الخير. صباحك خير. شو كان أكثر شيء هيك مشهور؟ هلأ نحن كنا عم نحكي عن رمضان إنه الفتة شغلة أساسية بالشام، بينما نحن مثلا الكبة النية والفتوش أساسية برمضان. مزبوط. يعني إنه لازم تكون هي ضرورة على السفرة. صحيح. كل محافظة لها طقوس طبعا. يسعد صباحك. والله انا ممتازة على الحديث الحلبي اللي فاتحينه انتوا الاثنين، وانا على الاكل قاعدة الاكل قاعدة الطيب بالنص عم بسمع. يسعد صباحك. الله يسلمك. يسعد اوقاتكم، تضلوا بخير وايامكم سعيدة. طبعا اليوم 14 اب، يعني 14/8، تمنياتي للجميع بالخير. كواكبنا ما زالت في اماكنها، اذا بدكم ما زال عطارد للسفر والاوراق، الى جانب المريخ للطاقة والحماس، إلى جانب الزهرة الحب والعواطف، الثلاثة في برج العزلاء. هذا يعني أنه الجوزاء إضافة إلى القوس إضافة إلى الحوت، هذا الشهر لألون يعني حياة صفر، في شيء عائلي، في شيء صحي، في شيء ضايق خلقه معصب دائما، لأنه المريخ لما بدخل على برج الموقع المقابل لألون اللي هو الجوزاء والقوس والحوت يصبح أكثر تسرعاً، أكثر عصبية، ضيقة خلق، مستعجل، ما هاي بالحدود الدنيا إذا ما قلنا أنه في شيء صحي ممكن يعمل له مضايقات. ما زال المشتري طبعاً كوكب الحظوظ السعيدة متراجعاً في الدلو، وزحل المعاقب أيضاً متراجعاً في برج الدلو. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، لليوم الأمور بقى صارت أفضل بكتير من اليومين اللي مضوا. وصل لك يومين مكركب اليوم للأخبار الطيبة، للإقبال على العمل، لمثابرة، لترتب أمورك، الأمور أكثر سلاسة بالمجمل، وقد تعاود الاتصال بأشخاص أنت بتحبهم، أصدقاء ربما، في علاقات عمل، في مساعدات ربما مالية معنوية، ما بعرف كل واحد حسب وضعه، بس اليوم قادر مولود برج الحمل يعتمد على صداقاته وعلاقاته. تأجيل ثم تأجيل ثم تأجيل ومحيط غير متعاون لمولود برج الثور. ما أنك كتير مرتاح ومشكلتك أنه أنت اليوم معصب وضايقان خلقك، وارد أنه يعلى صوتك فجأة، تكون عدائي فجأة، وأنت لست من الأشخاص الذين يعتذرون. يعني أنت قد ما غلطت تستثقل الاعتذار أكثر، لذلك أنا أقولي لا تغلط لما تضطر أنه أنت تعتذر أو تتضايق لأنه أنت ما اعتذرت. يوم ممكن يكون في شيء عم تحكيه ما بتقصده، أو في مزاج مو كتير رايق لمولود برج الثور، أو عصبي أكثر مما يجب، موقع القمر اليوم غير مناسب. عزيزنا مولود برج الجوزاء اليوم لازم ينتبه صحياً وبشكل جدي. أولاً لأنه القمر بمكان يعني فيه إشارات صحية، ممكن الأشياء العابرة، رشحة خفيفة، شوي هون عند الرقبة، وجع راس، تحتاج لك حبة مسكن، بس مع ذلك باعتبار موجود المريخ في برج العزلاء، فإذا بتسوق، إذا بتشتغل بالميكانيك، بالحديد، بالنار، فخلينا ننتبه على هذه القصص، خاصة سيدات البيوت اللي بيطبخوا باعتبار أبو عجوقة دائماً للجوزاء بموضوع الطبخ، فيعني خلينا ننتبه على هالحكاية تبعت الحديد والنار بهاي الفترات للجوزائيين. طبعاً ليس فقط للجوزاء، قلنا الجوزاء والقوس والحوت، بس الجوزاء اليوم شغله كتير وعم تبلش يومك بحيوية بطاقة، بس فجأة هيك نتيجة قصة صحية، نتيجة عمل كتير، شغل كتير، نوع من أنواع الضغط، بتحس حالك طوال النهار أنت فاقد للطاقة. مع ذلك اليوم الأمور مانا سيئة، اليوم في فرص لترتب أمورك ولتكسب أصدقاء مولود برج السرطان. يومك جيد لترتب أمورك، سواء بنقاش مع ناس مهمين بالنسبة لك، سواء لتبدل ببعض الأوضاع، سواء لتفرض آرائك وقناعاتك، أو لتتحالف مع أشخاص أنت بتحبهم. هاي الأيام أيام جيدة بالمجمل للسرطان، حاول تكون إيجابي في الحوار. في شيء مخطط له ما عم يزبط مثل ما أنت بدك مولود برج الأسد، أو في عندك نوع من أنواع التوتر حواليك. أنا بشوف هاليومين مشكلة عائلية ربما تشغلك، أو متوتر أو عصبي، أو كأنه الناس اللي حواليك ما عم بيقدروا تضحياتك، ما عم بيقدروا مولود برج الأسد عطائك لألون، يعني بعض الظروف غالباً لا ترضيك. هلأ أنا بقول إنه ما أنك كتير مرتاح، بس هو بالنتيجة يوم عابر، لأنه الشهر لألك
إيجابي وجيد. أنت في يوم للأفراح مولود العذراء، حركة، نشاط، علاقات عامة، والحقيقة فايق من الصبح، عندك نوع من أنواع الفرح والتفاؤل، عم تتوضح الرؤية، عم تزدهر الاتصالات. صحيح هالكم يوم نومك قليل، بس يعني في عندك تعارف أو سفر أو علاقات أو نوع من أنواع التوسيع بقاعدة صداقاتك. مولود برج الميزان غالباً عم ترتب أمورك المالية، وغالباً أنت مفلس ولست مرتاحاً مالياً. يعني أنا ما بشوف الشهر الأفضل مالياً، هي ما مشكلتك أنت هاي الشهر مالياً، مشكلتك أنه غالباً الصرف عم بيكون على الصعيد العائلي أو على الصعيد الشخصي، وعم تنجبر على القصة. هي ضيوف جايينك من سفر، هي قصة عائلية لا سمح الله صحية ما بتخصك، بس ممكن تخص أحد أفراد العائلة. على كلين أنت من الأشخاص اللي ما بيعرفوا يمسكوا قرش ولا يتمالكوا نفسهم أمام الرفاهية. يعني هو حدا الميزان بيحب يرفع حاله، ولو بشوكولا، ولو بأكلة طيبة، ولو بعزيمة مطعم. فهي هي إذا خففتها ترتاح شوي مالياً. العقرب اليوم أموره إيجابية وجيدة، وفي بكير القمر ببرجه عم يظهر التصاق بمن حوله عموماً، خاصة أنه الظروف مناسبة لترتب أمورك، لتحسن علاقاتك، لتستقبل ضيوف، لتودع ضيوف، ليكون عندك نوع من أنواع الذكاء الإيجابي. أنت تمتلك معنويات مرتفعة مولود برج العقرب، ووجود القمر ببرجك عم بيخلي حواليك محبة مساعدة لك. أحياناً هيك إذا سمعنا لنا كلمتين حلوات أو كانت هيك عنا نوع من أنواع المعنويات المرتفعة، الأمور بتمشي بشكل إيجابي. ما كتير مرتاح القوس الحقيقة، نقاشاته غير مجدية اليوم، عنده حزن أو كسل أو فقدان طاقة أو ضيقة خلق أو أفأفة، أو عم يسمع أخبار فيها نوع من أنواع الحزن. هاي الأخبار تبعت الثرثرة والقيل والقال، شفتي فلانة شو قالت، شفتي فلانة شو عملت، ممكن فلان كمان، يعني مو بالضرورة فلانة، عشان ما نظلم السيدات أو البنوتات. اليوم يعني اهدى وروق واسمع اللي عم تسمعه، بس أنا برأيي لا تعلق. اليوم ما سمعت ما شفت ما لي خبر، أريح لرأسك والله. يوم اجتماعي بامتياز لعزيزنا مولود برج الجدي، استقبل ودعا، عم تعقد صداقات مستقبلية، عندك اجتماعيات بالغالب، أو عم بتلاقي دعم أو وعود، أو عم بتبد جسور بينك وبين الناس اللي بتحبهم. عندك ارتياح غالباً يسعدك، أو عم تزور، تزار، تقابل، تقابل، يعني الأمور ضمن إطار الجيد، خاصة على فكرة كعلاقات قديمة. مولود الدلو أنت أكثرنا تعباً وأكثر حدا معرض للشجارات اليوم، وأصلاً أنت تنتمي إلى الأبراج الهوائية، جماعة اللي بيعصبوا فجأة وبيعلى صوتهم وبيهدوا فجأة وبيوطى صوتهم، يعني وما بتعرف لها سبب بالحالتين، مو ضروري يكون في أسباب مقنعة عموماً. اليوم بالذات بقى في شيء متعبك أو مضايقك، تأجيل يمكن أو عراقيل، أو حاول أن تتناسى ما يقال لأنه في شيء عم تسمعه ممكن يكون ما كتير مريح، وممكن تضطر مثلنا كلنا نعمل أشياء ما لنا كتير رضا عنها، بس مضطرين لها بشغلنا، بعملنا، مع أهالينا. يعني أنا مو حابة صالح مثلا ناس بحبهم، بس يعني مضطرة صالحهم مثلا، يعني هاي الأشياء اللي منعملها أحياناً وما منكون كتير عاجبتنا، بس يعني في ظروف تضطرنا، خاصة إذا أشخاص نحن منحبهم. اليوم الأفضل لمولود برج الحوت، يوم ما فيه ظروف معرقلة، بالعكس يوم إيجابي للتأثير على من حولك، للمحبة، لتشرح وجهة نظرك، لتعيد السلام بالمجمل لحياتك. أنا بعتبره أحد الأيام الإيجابية والجيدة للحوت ليرتب أموره، خاصة هاليومين يعتبروا الأفضل. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 14، واتمنى له السعادة. مولود صريح حتى الجرح، كل لأنه جارح بصراحته، بيفتقد الحد الأدنى من المجاملة، كتاب مفتوح أمام غيره، لا يخاف التغيير، بالعكس هو يكره الوقوع ضحية الروتين. لو حبك رح تعرف، ولو كرهك رح تعرف، شخص أصدقائه كتار وأعداؤه كتار، عنده حضارة، متسرع، غضوب، ولكنه ليس عنيد، من الأشخاص اللي عندهم حنية على من حولهم، يكره أن يكون منعزلاً. السنة لقاله جيدة جداً، خاصة
الفترات القادمة للزواج، للارتباط، لأشياء عم يشغل بالك، لتسترجع علاقات قديمة، وليكون عندك قصة العلاقة بشراكة عاطفية ربما، أو حتى عملية أو بداية جديدة إيجابية. هي السنة الحقيقة جيدة. رسائلكم على 1845 من أي موبايل داخل سوريا. مصطفى عكاشة، مصطفى ما كتير مرتاح. شوف، السنة ليست سيئة بالمتبقي منها، لكن أنا لا أظنها للتغيير، أظنها للزراعة. أنت عم بتبلش قصة جديدة، بس مثل اللي عم يزرع شيء جديد، هي ارتباط، هي عمل جديد، يعني عم بتأسس. بس هي السنة القادمة سنة حظك يا مصطفى، صينياً وغربياً طبعاً. السنة القادمة هذا العام كأنه أصلاً عندك قيد جديد. ميادات 86 عم تسألني مع سلمان. هلأ شوفي، هي العلاقة الحقيقة جيدة، بس أنا من هون لعند ورد يعني شبر ونص، ما عندي ثقة فيه، صقر، صفر ثقتي فيه، صفر. أنا مبدئياً بشوفهم هذا البرج بيحكوا كتير، بحبوا كتير، بس وقت بنجي على الفعل ما بتحسي عندهم. شو البرج بالله؟ حمل. نفس السؤال. ناري، أنا توقعت ناري. بس هو مو لأنه بس حمل، الحقيقة هو 83. تمام. حمل خنزير صيني، جماعة الحبيبة، جماعة المبادرين واللطفة والكذا، بس وقت بيجي على الفعل يعني الحقيقة فعلهم بكرة تندم. أنا أتمنى إذا بدك إنه يعني ندم إنه بعت الرسالة. ندمت. لا لا، هي حبيبتي دلو. ندمت صبية. فالحمل والدلو حلوة علاقتهم، بس قديه هو جدي هون القصة. هلا هي الحياة في حظوظ، فالله يوفقهم يا رب العالمين. إن شاء الله يا رب. ما ضل غير نتشكرك كثير يا مدام، ومنكمل أكيد برسائلنا بكرة. شكرا لوجودك. شكرا لك نجلة، يسعد صباحك يا رب. أما هلا رح نشوف طبقنا بشكله الأخير. يعطيكم ألف عافية. نحن خلصنا طبقنا، رح نعرضه هلأ عليكم. هيدي الصوص اللي طبخت فيها اللحمة رح نضيفها شوي فوق الطبق، لأنه كتير طيبة وكتير بتجربوها حتحبوها، واللي ما بيريدها ما بيحط، بس ولكن هي طيبة كتير. طبقنا صار جاهز، يعطيكم ألف عافية. بيتقدم مع اللبن بخيار والثوم والنعناع. شكرا للمشاهدين. كنت معكم فايز من مطبخ الحضارة، بنرجع لعند ورد ومشلين. شكرا يا شيف، يعطيك ألف عافية. ومشاهدينا، هاد كان كل شيء بحلقتنا لليوم. نتمنى بداية أسبوع مليئة بالإنجازات إن شاء الله يا رب. كيف مثل ما بتقول مدام نجلة، ما بنعرف، بس رب العالمين هو الموفق دائما. إن شاء الله يا رب مسعانا ومسعاكم بيكون لخير. بنشوفكم بكرة. باي باي.